اول حاجه فقره اربع عظيمات. طب باش نحط السكر على كل عظمه باش نحط عليهم غير فسكر، يعني يطلعوا لي اربع مغرفات. وباش نزيد عصير شي فانيليا ونخلط. طب هذا ركبت كيكه دايز بيتي. وباش نزيد الزيت على كل عظيمه باش نحط مغرفتين زيت زيتونه. تنجم تحطوا زيت زيت نجمه. وطوب باش نزيد الفرينه، الفرينه راهي بالعينه، الفرينه صفيتها. وباش نصفي الساشيه خميره هاكا نقعد نزيد في الفرينه شويه بشويه حتى الفرينه نخليها طريه شويه برا. وشحن قاعده تجيب حطيت كيلتين سكر عليها واحده ماء. طوب باش نزيدها العطرشيه. ندهني دايب شويه زيت وناخذ كعيبره صغيره ونكعبرها، نحط كاين قبه في الوسط ونبدا نحل فيها بشويه بشويه، لا قلقان لا حتى شيء، هكا سهله ماهله. وهكا بشويه بشويه نحلوها وباش نرميها في الزيت على نار هاديه باش الكعيبه تتوضح